حمله، هذه الحمله ضمتها وكاله الحرب المائيه للاطراف والشوية بشراكه مع الاكاديميات الجهويه للتربيه والتكوين ديال الجهات اللي كيهمو منطقه نفوذ الوكاله، الا وهي جهه الدار البيضاء سطات، جهه الرباط سالا القنيطره، وجهه بني ملال خنيفره، من اجل الحد من حوادث الغرق الحقينه للسدود من خلال بث ديال واحد الكبسوله توعويه اللي نتجاتها الوكاله من لهذا الغرض. تم البث ديال هذه الكبسوله التوعويه داخل الاقسام، تم التفاعل مع التلاميذ حول هذه القضيه ديال السباحه بحقينه السدود من اجل يعني تبيان المخاطر اللي كينتجوا على السباحه بهذا السدود. فالخطر الاول كاين هي تواجد الطحال داخل بحيره السدود، كاين الغرق في بحيره السدود، كاين مشكل التيارات في السدود اللي كتنتج الطاقه الكهربائيه، كيكون مشكل ديال بعض التيارات اللي من شأنها انها تساهم في الغرق ديال السباحين، وكاين حتى المشكل ديال او الخطر ديال المتعلق بالكثافه ديال الماء العذب، مغايره الكثافه ديال الماء المالح، وبالتالي فالماء العذب ما كيساعدش الجسم انه يطفو فوق الماء. هذه واحد المجموعه ديال الاخطار اللي كتشكل واحد الصعوبه في السباحه او خطر كبير ديال السباحه بحقينه السدود، والهدف منه هي الامتناع عن السباحه بحقينه السدود. فالوكاله وضعت لوحات تشويريه في المداخل ديال السدود على الحفاظ على الارواح البشريه، وهذه الكبسوله سيتم تعميمها على جميع المدارس يعني الابتدائيه والكوليج الثانويه والاعداديه، من اجل دائما التوعيه والتحسيس بهذا الامر. اذا شرفنا اليوم بزياره وكاله الحوض المائي لابي رقراق والشويه في هذه الحمله التحسيسيه حول مخاطر السباحه بحقنه السدود ومجاري المياه، واللي هي متعوده بين الفتاه والاخرى بهذه الحملات التحسيسيه بحكم تواجد سد الحيمر اللي هو قريب من المؤسسه، واللي تعرف بزاف ديال التلاميذ كيسكنوا بالجوار ديالو. اذا هذه الحمله كتجي في مطلع شهر ماي، وهو كيبدا ارتفاع درجه الحراره، وكيكون هناك اقبال ديال الشباب والشابات في السباحه بحكم عدم وجود هنا مسابح جماعيه او شواطئ قرب هذه المنطقه. اذا الحمد لله في هذه الحملات التحسيسيه استجبوا لها التلامذ والوليدات، وعرفوا من المخاطر ديال السدود اللي تكون في وجود الاوحال الكثيره في السد، وانهم خصهم شي يعوموا. والحمد لله راه التلاميذ والتلميذات ديالنا هذه سنوات ما الحمد لله ولله الحمد ما كتسجل حتى حاله غرق من صفوف التلاميذ بحكم هذه الحملات التوعويه والتحسيسيه اللي كتقوم بها وكاله الحوض المائي لابي رقراق والشوي بين الفتاه الاخرى، وكذلك الحملات التحسيسيه والتوعيه اللي كيقوم بها الطاقم التربوي الاداري للمؤسسه. وكنتمناو ان شاء الله تستمر مثل هذه الحملات التحسيسيه، حيث هي حملات استباقيه للحد من وقوع مثل هذه الحوادث من الغرق لا غير ذلك. سأقدم لكم اليوم سلبيات السباحة في السد، ونذكر من سلبيات السباحة في السد تجنب السباحة في السد، لأن السد عميق جدا ويوجد فيه أوحال التي تجذبنا كثيرا، وعدم وجود سباحين منقذين، وعدم وجود الوقاية المدنية نظرا لوجود السدود في البوادي. ولهذا ننصحكم يا أيها التلاميذ والتلميذات تجنب السباحة في السد. وشكرا لكم أنتم وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية لحضوركم اليوم.